اهلا بكم يا اصدقائي، معاكم مروه الشفاعي. ده الفيديو التعريفي بتاعي بمناسبه افتتاح القناه بتاعتي. على فكره يا جماعه، القناه ديت هتبقى قناه منوعات، هتشوفوا فيها حكايات حلوه كتير ان شاء الله عن متعه السفر والرحلات. انا مروه الشفاعي من محافظه البحيره، معلمه في مدرسه التربيه الفكريه، كمان اخصائيه تخاطب. من هواياتي السفر والرحلات، بحب الحياة جدا، متفائلة جدا، دايما بحب أعمل رحلات وأسافر بلدان مختلفة وأماكن مختلفة وقرى مختلفة. من خلال القناة دي هتشوفوا أنشطة مختلفة ومتنوعة. بجد أنا حابة أشارككم كل التجارب اللي أنا مريت بيها واللي إن شاء الله همر بيها في الحياة. كمان أنا بنتمي للحياة الريفية، فخورة جدا ان انا بنتمي ليها، لان لها عادات وتقاليد حلوة جدا. وكمان الريف في البحيرة مختلف لمتعدد الثقافات والبيئات. واكثر حاجة انا ندمانة عليها اني فعلا فعلا ما فتحتش القناة من زمان، لاني فعلا مريت بحاجات حلوة كان نفسي تكونوا معايا فيها. ان شاء الله بعد كده هشارككم في كل حاجة، لحظة بلحظة زي ما بيقولوا. ودي قناتي مع مروة. بطلب منكم طلب صغير، يا ريت تدعموني عشان استمر باللايك والاشتراك والشير. وطبعا ما تنسوش تعليقاتكم الجميله اللي دايما هكون حريصه ان ارد عليها.